تولي أهمية بالغة لموضوع النقود في أضعاء مواصلة المسيرة في اتجاه تمكين المرأة من كافة الحسة عمومية مندمجة ومتكاملة لتأديدي المساواة. كما أكدنا على ذلك في برنامجنا الحكومي للنهوض بوضعية المرأة للجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، وتم تقديم الخطة الحكومية الثالثة للمساواة اللي كان تمت البلورة ديالها في واحد المقاربة تشاركية مع جميع القطاعات الحكومية والقطاع الخاص والمنتخبين والمجتمع المدني، واللي يعني خدات أيضا واحد بعين الاعتبار طبعا هي هذه الخطة تمت البلورة ديالها اهتداء بالتوجيهات الملكية السامية ديال صاحب الجلالة نصره الله، وخاصة خطاب العرش ديال 2022، خطاب العرش المجيد ديال 2022 اللي أكد فيه صاحب الجلالة على ضرورة النهوض بوضعية المرأة وتمكينها من كل المجالات. كان المحاور اللي جات بها هذه الخطة الحكومية للمساواة، الخطة الثالثة للمساواة، هي ثلاثة المحاور. المحور الأول هو حول التمكين والريادة، تمكين بصفة عامة. المحور الثاني هو حول الحماية والوقاية، والمحور الثالث هو حول الحقوق والقيم. وحاليا تمت الانتهاء من البلورة ديال هاد الخطة الحكومية الثالثة للمساواة، وايضا البلورة نهائي يعني تماما من اعداد البرنامج الاول حول التمكين الاقتصادي والريادة. المحور الأول هو التمكين والريادة، لكن البرنامج الأول هو حول التمكين الاقتصادي والريادة. في المحور الثاني اللي هو حول الحماية والوقاية، فتمت بلورة وثيقة أيضا حول محاربة العنف ضد النساء والانتهاء من تنزيل المنظومة الحمائية للنساء. فيما يخص المحور الثالث اللي هو واحد يعني مقاربة جديدة ومبدعة لبلادنا، يعني ما وقفناش غير عند التمكين الاقتصادي ولا عند الحماية، مشينا أبعد، شنو هما الأسباب اللي كتخلي تأخر تمكن المرأة وولوجها للحقوق ديالها كما يعني تيطالب صاحب الجلالة نصره الله والدستور المغربي. فلهذا قلنا يجب أن نشتغل أولا على الحقوق، طبعا ملائمة التشريعات ومحاربة جميع أشكال التمييز، وخاصة القيم والارتكاز على الأسرة والمجتمع، الأسرة كرافعة داخل المجتمع من أجل تملك ثقافة المساواة وتنشئة اجتماعية سليمة تحترم طبعا المساواة بين الجنسين وتساهم في دعم المرأة وتمكينها من حقوقها. وشكرا لكم. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو هذا الفيديو مع صحابكم، وما تنسوش ديروا جيم الموقع إحاطة على شبكات التواصل الاجتماعي.